يعني استاذ لا يا محمد، ست حضرتك معانا في ده ثلاث انا اللي ستات، سعيد جدا ان انا واقف اتكلم معاكم. يعني يعني حضرتك بتحلينا كلنا لا وبتحلي انتوا كل حلوين يعني، النجمات. ما شاء الله. شوف الجمال اهو، ربنا الجمال يخليك. الطبيعي من اصله ميرسي يعني. ميرسي. تعيش. احنا عارفين حضرتك طبعا المشوار طويل جدا والرحله بدات من زمان جدا، عايزينك بس تحكي لنا عن مشوارك، وانا عارفه حضرتك انسان عصامي وبدات كل حاجه بنفسك من زمان، ادلنا بس فكره عن مشوارك. لا بصي، انا طبعا اتكلمت عن مشوار كتير لدرجه ان انا عملت احنا كتاب. حافظينه. عملت كتاب مسميه ايام من عمري، لان اللي انا كاتبه جزء من اللي اتعمل. يعني في اتعمل اكتر من كده، بس انا يعني دايما عندي ايمان او يقين ان انا عايز اتكلم مع الناس او مع الشباب بصفه خاصه، ان مفيش حد بينجح صدفه. دايما النجاح محتاج مجهود ومحتاج شقاء، ومفيش حد بيتعب وبيشقى بإيمان وبقوة إلا ربنا هيوفقه. مفيش حاجة اسمها حظ، واحد يقول لك ده عنده حظ وأنا ما عنديش حظ. لا، ده كلام مش مظبوط، دي شماعة للأسف فاشلة. الإنسان اللي بيبذل مجهود ويبقى عنده إيمان بالشيء اللي بيعمله وبيحبه من قلبه، ربنا هيكرمه هيوفقه هيوفقه. فهي دي الرسالة اللي أنا أقدر أقولها للناس. محمد الصغير ده ابتدى عنده 10 سنين، دخل مهنه الكوافير باخلاص 14 سنه وهو عنده 14 سنه، وانا حبيتها وهي حبتني لان انا اديت لها عمري وحياتي وحبي كله، فهي حبتني وادتني اللي انا يعني اكتر ما كنت بحلم بيه. فانا بقول للشباب اللي بيشتغلوا في مهنتي او في اي مهنه او في اي حاجه، حب اللي بتعمله عشان يحبك، اديله يديلك. ومفيش حد بينجح غير ما يعمل، يقع مره واثنين وثلاثه، لكن لازم يقوم ويستمر. الناس اللي اخترعت الاختراعات، اللي اخترع العربيه واخترع الطياره، اللي اخترع النور، اللي اخترعوا، الناس دي عملوا، وقعوا مره واثنين وثلاثه وفشلوا في الاختراع مره واثنين وثلاثه لغايه ما صمموا ان ينجحوا، وصمموا ونجحوا. بالظبط، عشان مفيش كده حد بيجي في مرحله يقول ايه، لا انا فشلت يروح قاعد. لا، هو الفشل ان هو يوقف لازم محاوله. يعني هو ده اللي انا بقوله للشباب، بقول للشباب اللي بيشتغلوا معايا، وبقول للناس اللي انا اقدر اتكلم معاهم على طول، ابذل مجهود وحب اللي بتعمله عشان ربنا يحبك. طيب بالنسبه، طيب احنا فخورين بحضرتك ان طبعا حضرتك كمان وصلت للعالميه واخدت جايزه قريب، جايزه الاوسكار فيوينج اووردز. الحمد لله. مبروك طبعا، مبارك لك عليها، متاخر شويه. لا لا، بس جميله دي، حاجه من الحاجات. يعني انا اول واحد في العالم خد جايزه اوسكار للكوافير انا، ودي حاجة أنا بعتز بيها. وجازة من أمريكا وخدتها في لوس أنجلوس، ده المجهود اللي أنا عملته والإصرار الاستمرارية. يعني هم قالوا كده وهم بيقدموني، قالوا يعني إن أنا عديت 60 وباخد جايزة للاستمرارية لأني بشتغل لغاية دلوقتي. فدي حاجة الحمد لله، يعني من يعني زي ما الواحد بيقول، لكل مجتهد نصيب.